سلام، كيف حالك؟ بخير، الله يطول في عمرك ان شاء الله. طبعا الذي ينظر في احوال الناس يجد ان الله تعالى لما خلقهم فاوت بينهم في درجاتهم، في طبقاتهم، في قدراتهم، فاوت بينهم فيما يتعلق بالمقدرة المالية مثلا، فاوت بينهم في القوة الجسدية، فاوت بينهم في الأموال، فجعل منهم الغنية والفقير، جعل منهم الذكية والبليد، جعل منهم القادرة والعاجز، جعل منهم النسيب الرفيع في نسبه، وجعل منهم من هو أقل منه، كما قال الله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لكن الله تعالى أمر من كان فضل بشيء على أن يحسن إلى من كان تحته، وسمى الله تعالى هذا تطوعا في القرآن، وأمر الله تعالى بأن يكون الإنسان باذلا فيه، كما قال الله جل وعلا: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. يلمزون يعني كان مجموعة من المنافقين جالسين، فإذا رأوا واحد من المسلمين أقبل بمال ليتصدق به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليعطيه للفقراء، جعلوا يقولون: إيه هذا مال قليل والإسلام غني عنك، فيلمزونه. فإذا جاء أحد بمال كثير قالوا رياء، أي قالوا: هذا رياء وسمعة، وأنت أصلا ما هو بقصدك وجه الله، يعني ما تريدون أحد يتصدق، لا القليل سلم منكم ولا الكثير سلم منكم. فأنزل الله تعالى هذه الآية: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أهمية أن يكون الإنسان متفضلا متطوعا لمن كان ليس عنده ما عنده من المال أو من الشرف أو من الرفعة أو نحوه، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده فضل مال فليجد به على من لا مال له، ومن كان عنده فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له. إيش معنى من كان له فضل ظهر؟ عنده واسطات، علاقات، يعني واجهة، يعني لا، هي تتعلق بالجهاد. من كان عنده دابة زايدة، كان يحتاجون إلى أن يخرجوا فيحتاجون إلى مجموعة من الإبل، مجموعة من الخيول ونحوه، فبعض الصحابة كان عنده مثلا 2 من الإبل وما يحتاج إلا واحدة منهم يخرج عليها للقتال أو للجهاد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: البعير الثاني بدل ما يجلس في البيت هكذا مال الشغل، ما فليجد به على من لا ظهر له. أنت عندك ظهر زايد، خذه وأعطيه من لا ظهر له، بمعنى أن يكون عندك نوع من العمل التطوعي، نوع من البذل لغيرك. لما أرى غيري سيذهب إلى الجهاد وهو ماشي على قدمه أرحمه، أقول: طيب أنا موقف البعير هذا في البيت مال الشغل، إلا فليجد به على من لا ظهر له. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري: كل معروف صدقة. نصيحة، هذا عمل تطوعي. أنا لما أرى شخصا مثلا سيتعاطى مسكرا ثم آتي وقل: ترى ما يجوز، وأنا أنصحك لله، من غير ما أحد يعطيني راتب على هالنصيحة، ابتسامة، هذا يعتبر يا جماعة عمل تطوعي. ابتسامتك في وجه أخيك من غير ما يعطيك فلوس على ابتسامة، هذا صدقة. سعيي لما أرى عائلة فقيرة فأذهب إلى إنسان غني وأقول له: يا أخي ترى هؤلاء فقراء ومساكين ويحتاجون إلى مساعدة وكذا، فهذا أيضا عمل تطوعي، يعني أن تربط بينهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهو يبين أهمية العمل التطوعي عموما، يقول: كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني كل مفصل 360 مفصلا عليه صدقة. ثم عدد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصدقات كما في الصحيحين، فقال عليه الصلاة والسلام: أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، حملك لمتاع الرجل على دابته صدقة، إناء إفراغك من دلوك في إناء المستسقي لك صدقة. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا فيما رواه مسلم: رأيت رجلا يتقلب في الجنة. طيب إيش السبب اللي جعله يتقلب؟ إيش العمل اللي جعله يتقلب في الجنة بهذه الصورة؟ هل مات مجاهدا في سبيل الله؟ هل تصدق بماله كله؟ يقول: بغصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين. شوف العمل التطوعي هذا ماذا فعل. الرجل يمشي وبعدين رأى غصن شوك، بدل ما يتركه ويمشي لا، أوقف دابته، بغيت أقول أوقف سيارته، أوقف دابته ونزل الرجل. ومثل أنت لما تكون في طريق سريع مثلا، ثم فجأة ترى مثلا ربما عجلة سيارة طايحة، أو ربما أحيانا ترى كرسي واقع من سيارة أثاث مثلا أو ما شابه ذلك، والسيارات مسرعة، بعضها يمشي على 140 160 180، فربما انقلبت بعض السيارات بسببه، فكونك أو حجر أحيانا يعني سقط من جبل أو ما شابه، فكونك توقف سيارتك مع تعرض نفسك للخطر وتبعد هذا